بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال دايما. النهاردة هنحول مع بعض اللبن الحليب للبن رايب من غير خل ولا منفحة ولا اي اضافات. نستخدمه بقى في عمايل الجبنة القريش وفي العجن، المخبوزات الطرية والقرص الفلاحي، بيبقى طعمه جميل جدا. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو تنسوش اللايك والشير. يلا تعالوا نشوف هنحول اللبن من حليب لرايب ازاي. يلا نقول بسم الله ونبدأ. دي كمية اللبن اللي احنا هنحولها من حليب لرايب، معناش مقادير تانية، هو اللبن والطاجن. ده لبن جاموسي، لبن سايب من عند اللبان، ولو عندك حد من الفلاحين يعرف يجيبهولك يكون أفضل، مش بنغليه ولا أي حاجة. وده الطاجن اللي احنا هنستخدمه، مش ده الطاجن بتاع اللبن عشان تبقوا عارفين، مش ده اللي موجود عند الفلاحين. الطاجن بتاع اللبن ما بيبقاش فيه مادة الجليز اللي جوه دي، بس الطاجن بتاع اللبن مش متوفر عندنا، يعني هنتحايل على القانون ونعمله في طاجن الطبخ العادي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بنغلي اللبن، بنعتمد على البكتيريا النافعة اللي هتنشط جوه اللبن. مش هنستخدم لا منفحة ولا خل، هنعتمد على البكتيريا النافعة اللي هتنشط جوه اللبن، عشان كده ما غليناش اللبن. هنحطه بقى في مكان دافي وضلمة. لو انت مش هتستخدمي فرن البوتاجاز، حطيه في فرن البوتاجاز. في الشتاء تقريبا بياخد يومين، في الصيف لو عملتيه بالليل بيكون رايب معانا الصبح. لكن لو انت هتستخدمي فرن البوتاجاز مفيش داعي ان انت تحطيه وترجعي تخرجيه وهو لسه حليب، عشان الوش بتاعه يبقى متماسك كده وجميل. هنحطه في مكان دافي وضلمه زي ما قلت لكم، ولما يتماسك ويبقى رايب هنرجع نشوفه مع بعض. رجعنا للبن تاني اهو بعد ما راب، قعد يومين والنهارده التالت عشان الجو برد شويه. لو انت حابه تستخدميه في العجن وعايزه تاخديه بوشه كده زي ما هو والقشطه اللي عليه دي، بيديكي مخبوزات تتاكل حاف. لو عايزه تستخدميه ان انت تعملي بيه جبنه قريش لازم تشيلي القشطه. نقول بسم الله ونشيل القشطه كده. لو انت عايز تستخدمي العجن برضو وعايزه القشطه لوحدها برضو ممكن، وده اللي انا هعمله. هاخد القشطه واعجن باللبن. نفصل القشطة من حرف الطاجن كده. بفكركم ان احنا ما استخدمناش لا منفحة ولا خل، ودي الطريقة بتاعت الفلاحين. في الشتاء بتاخد كمية قشطة محترمة من اللبن. شايفين ما شاء الله معنا كمية قشطة قد ايه. ده تقريبا كيلو لبن، لبن جاموس بس ما يكونش معلب، يكون سايب، يعني عند اللبان يعني عند الفلاحين. وطبعا لو من عند الفلاحين يكون افضل. القشطه دي طعمها جميل جدا، القشطه الصح يعني. مش هاخد بقيه القشطه، يعني مش هضغط قوي على اللبن ان احنا ناخد كميه القشطه اللي فيه كلها، علشان انا هستخدمه في العجن، فيبقى فيه برضو طعم القشطه كده جوه العجن. شايفين كميه قشطه قد ايه؟ خرجت القشطه من على وش اللبن اهو. شايفين ما شاء الله كميه جميله اهي. لو انت حاطه اي اضافه انها تخلي اللبن الحليب رايب زي الخل مثلا، عمرك ما تاخد القشطه دي ولا هتاخد القوام ده في اللبن. بيدينا جزء قليل جدا من اللبن والباقي كله بيبقى شرش. على اوريكم. بسم الله. شايفين تقريبا مفيش شرشه خالص ازاي، اللبن متماسك جدا اهو. يا رب تجربوه ويعجبكم. ده
كده عملنا اللبن الرايب، وهي دي الطريقة الصح بتاعته اللي هو من غير اي اضافات. الفلاحين بيعملوه كده، مفيش شرش فيه ولا اي حاجة، اهو شايفين جميل جدا. ده ممكن تعملي منه جبنة، الجبنة القريش بتاعت الفلاحين برضو، وممكن تعملي بيه مخبوزات طرية زي الرقاق او القرص الفلاحي، بيبقى طعمها تحفة وريحتها بتبقى جميلة، بتفتح حاجة كده تتاكل حب بجد. انا ان شاء الله جاي على بالي ان انا اعمل بيه قرص فلاحي معاكم ان شاء الله، ريحتها هتبقى جميلة وطعمها اجمل، بس في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم. يا رب تجربوا طريقتي في تحويل اللبن الحليب لرايب وتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.